يقول: من مات على عقيدة عباد القبور وكان جاهلا، هل يستغفر له ويدعى له أم لا؟ من مات على الشرك لا يستغفر له، والجهل الجهل زال الجهل ولله الحمد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنزول القرآن وبالسنة النبوية التي انتشرت بين الناس في المشارق والمغارب. فاللي يقول الجهل ما هنا جهل الآن، من بلغه القرآن وبلغته الأحاديث كلام أهل العلم هذا غير جاهل، لكنه لا يبالي، يريد التقليد الأعمى.